رشا، عم نودع عام مستقبل، عام نتمنى عام 2023 يحمل الخير يا آمين. رب والانفراج لكل الناس. دائما المهارات الحياتية هي جزء أساسي بشخصيتنا وحياتنا اليومية. قديش اليوم نشتغل على هاي المهارات، صحيح، قديش يمكن نقدر نحط خطط وأهداف لنقدر نكمل بحياتنا ونكون في عنا أجندة واضحة مع بداية العام، رغم الظروف الصعبة الاقتصادية المعيشية نحاول نكمل ونزيد هاي المهارات ونكمل حياتنا الاجتماعية حتى والعملية. أكيد نور، يعني دائما نحن بنقول نحن عم نمرق بظروف وعم نمرق بأوضاع، هي أول شيء هي الأوضاع على الكل، على جميع السوريين اليوم، ونحن إذا اليوم إنه خلينا نقول نستسلم لهي الظروف نحن ما رح نقدر نعمل شيء بحياتنا، ما في شيء حيدوم، يعني بكرة أكيد حيحمل لنا شيء جديد. اليوم ضمن فقرتنا رح هيك حبينا نعطي شوية طاقة إيجابية ونحكي نحن كيف ممكن نبلش 2023 بأفكار جديدة مبتكرة، كيف نحن قادرين رغم هي الظروف وبالإمكانيات المتاحة نقدر نعمل شيء جديد بحياتنا. هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، مدربة المهارات الحياتية نسور صافي. يسعد لي صباحك. يسعد صباحكم. مبتسمة. يسعد صباحك. دائما الواحد ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. صحيح. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. نحن عم نودع مثل ما قلنا عام مستقبل، عام قبل ما نحكي عن المهارات الحياتية وقديش فينا نحط اهداف ونحاول نحققها، خلينا نحكي عن أهمية التخطيط اليوم. يعني لما انا حط خطة وقول انه فعليا بعام 2023 لازم احقق واحد واثنين وثلاثة، بنهاية العام اقول انا لا ما قدرت احقق ولا شيء من هذا لانه يمكن ماني حاطه خطه صحيحه، او بس انا فكرت بالهدف دون فكر ببدايه الهدف كيف فيني انا بلش فيه. حقيقه نحن بالاعوام الماضيه نحن كنا عم نخطط، يعني لك تخطيط استراتيجي انه نحن هي السنه شو بدنا نعمل وبعد خمس سنين شو بدنا نكون. كثير مهم الرؤيه للانسان انه انا كيف بدها تكون صورتي الذهنيه عن نفسي بعد خمس سنين، هذا الشيء مهم كثير جدا، مهم كثير يعني. ولكن التغيير الحاصل بالظروف الحالية اللي نحن عم نعيشها، نحن السنة عنا ياها 12 شهر، ولكن خلي نحن سنتنا تكون 12 أسبوع، يعني نحن نخطط لمدة 3 شهور. كيف أنا بدي خطط لمدة 3 شهور؟ أول شيء بدي حط الرؤية لإلي خلال هالثلاث شهور، بعدين ازرع الأهداف. أنا هي الأهداف هل هي قابلة للتحقيق ولا غير قابلة للتحقيق؟ هل هي الموارد متاحة لإلي ولا غير متاحة؟ ولا أنا إذا كانت غير متاحة هي الموارد كيف بدي لاقي وسائل تانية استعيد عنها بأفكار تانية لتحقيقها؟ هلأ بدها تكون الهدف يلي أنا بدي حطه، هي بنسميها هي الأهداف الذكية، إنه يكون هدف دقيق، يكون هدف محدد، يكون هدف واضح. يعني إحنا ما بيصير نقول أنا بدي يكون إنسان ناجح، أنا بدي يكون إنسان على جميع الأصعدة، خليني أقول لك متفائل على جميع الأصعدة، ناجح على جميع الأصعدة وجميع جوانب الحياة، إني يكون إنسان بيرفكت متكامل. ما في شيء اسمه متكامل بالحياة ولا في شيء اسمه كامل بالحياة. صحيح. نحن بدنا نكون واقعيين ونحقق أهدافنا حتى لو بالظروف يلي نحن موجودين فيها. يعني أنا خليني خطط لثلاث أشهر، ثلاث أسابيع قائمة مقبلة يعني. طيب أنا بدي أعمل حسن فيها مهارات الكمبيوتر ICDL أو مثلا تطوير مهارتي اللغوية بأي لغة من اللغات، تمام؟ فهدول مهارات بسيطة فيني أنا ضمن هالفترة الزمنية المحددة أنا فيني أنجزهم. هل هن قابلين للقياس؟ طبعاً هن قابلين للقياس، لأنه أنا قبل 3 شهور أنا ما كنت أقدر مثلاً أتحدث لغة ما، تمام؟ صحيح. ولكن بعد 3 شهور أنا قدراني أتحدث هي اللغة ولو بأشياء بسيطة، لأنه هي كل دورة لغوية بتكون مدتها المستوى الأول فيها مثلاً شهرين بعدين بنتقل للمستوى الثاني. فأنا مهاراتي تغيرت، مهاراتي تطورت. السؤال اللي أنا بدي أسأله لنفسي وبدي أسأله للكل، طيب أنا إذا كنت يائس وكنت محبط وأنا ما سجلت بهي الدورة أو أنا ما طورت مهارة من مهاراتي يلي أنا لازم كون عليها، شو رح يصير؟ رح ضل مثل ما أنا. صحيح. طيب وشو رح يصير إذا أنا بالفعل
تحديت الظروف وقدرت اني انا سجل هي الاهداف البسيطه، اني انا سجل مثلا دوره تطوير ذات، سجل دوره لغه من اللغات، سجل دوره الاي سي دي ال، حتى الحرف اليدويه والمهن اليدويه يلي حتكون لي مصدر رزق لتحسن انا من وضعي الاجتماعي، تحسن انا من وضعي الاقتصادي. فانا هون بكون انا بالفعل قدرت اخطي خطوه لو بسيطه لقدام. النجاح بيكون من خطوه بسيطه، مو من خطوات كثير كبيره نحن نقدر انه نشتغل عليها. تمام. هلا نحن ذكرتي هيك نقاط كثير حلوه وفيها طاقه وايجابيه حلوه، ولكن دائما على ارض الواقع بيختلف الكلام عن ارض الواقع، الظروف اللي عم بنعيشها. في اشخاص كثير بيقول لك انه انا حاولت ولكن الظروف ما ساعدتني، المحيط اللي حواليه ما ساعدني، لهيك انا اليوم حدا فاشل. كلمه فاشل لحاله قد ايه تاثيرها سلبي على الاشخاص. اليوم نحن كيف ممكن نعالج هاي، خلينا نقول تجربه ما زبطت او حنعيدها، قد ايه نحن مهم كثير اليوم هاي اللغه مع حالنا نحن، انه نحن اليوم ما زبطت بكره رح تزبط. ما تضعه في ذهنك تحصل عليه في واقعك. وانا عن تجربه عم اقول لك ايه. تمام. انا وقت اقول انا لنفسي انا انسان فاشل، انا ما بقدر، اذا كنت تتوقع انك تستطيع فانت قادر ان تفعل، واذا كنت تتوقع انك لا تستطيع فانت بالفعل لا تستطيع. فهي الفكره انه موجوده جواتنا. انا اليوم في عندي موارد متاحه، ممكن مواقع تعلم مجانيه، ممكن مواقع لتعلم مهنه ما هي تكون مهنه كمان تعلمها مجاني. صحيح. أنا بدي دور على بدائل، بدي دور على حلول. أنا في عندي متاحة. تمام. أنا في عندي مشكلة بالجانب المالي أو الجانب المهني. أنا هون إحنا نذكر أهم شيء الجوانب السبعة أو الجوانب الثمانية بحياتنا، يلي هو الجانب الأسري، الجانب العلمي. صحيح. الجانب الروحي، الجانب المالي، الجانب المهني، الجانب العلمي. هي الجوانب كلياتها يلي موجودة أنا ما بدي أكون كاملة متكاملة فيها، ولكن أقدر أعمل توازن. الجانب يلي بشوف أنا فيه خلل معين، أنا بدي أشوف البدائل يلي هي لازمة لحتى خليني أعمل معايرة لهذا الجانب. في عندي ظروف خلتني أنا أكون فاشل علمياً، بدي أبحث إنه شو هي نقاط الضعف اللي موجودة أنا عندي وبلش أشتغل عليها. في شغلات نحن منقول عليها بعالم التنمية، خليني مو بس بعالم التنمية ولكن بعالم الاقتصاد، خليني أقول لك إنه أنا إذا بدي بلش مشروع صغير فأنا بدي أدور على تمويل. تمام. هذا التمويل كيف بده يجي؟ ممكن تكون بنوك ويكون كتير كتير صعبة. تمام. ولكن في بنوك بنسميها البنوك الرحيمة يلي هي من الأم، من الأب، من الأخوات، إنه كونوا معي شركاء بهذا العمل يلي أنا بدي أكون فيه لحتى أقدر أنا يكون في إلي مصدر دخل ممكن يكون عائد بالفائدة علي وعلى اللي قدر يساعدني يكون شريك معي بهذا المشروع. فأنا هون مثلا ممكن أنا ما بدي أعطي حلول، بس نحن عم نضوي إنه في عنا بدائل. كلمة فاشل هي خليني أقول لك الكلمة الأولى للنجاح، لأنه هو صار عنده القدر الكافي من الوعي لذاته أني أنا بالفعل لازم طور من ذاتي. اللحظة يلي الإنسان بيصير بأنب فيها ذاته وبيعطي معلومات أو خليني أقول لك بيعطي جمل سلبية لذاته، أنا ما بقدر، أنا فاشل، ما رح يطلع بإيدي، هن وصلوا أنا ما فيني أوصل للمكان يلي وصلوا له. أنا بالحقيقة هون عم بعمل تدمير لذاتي بالألفاظ السلبية. صحيح. ممكن يتحول لسلوكيات سلبية، هذا السلوكيات بدها تكون مترافقة مع شعور سلبي بسبب المحيط يلي موجود هو فيه. فنحن في عنا شعور سلبي، في عنا سلوك سلبي، في عنا تصرفات سلبية رح تلاقيها. فنحن بدنا نكون في عنا مثل ما قلتي الوعي. انت دائما بتقولي او انت حاسة انه مثلا انه انا انسان فاشل، انا انسان ما قدرت انجح. شو الكلمات اللي انت عم تقوليها لنفسك؟ هي صوت وصدى بالنهاية. تمام. تأثيرها. انا ما قدرت هالمرة، طب ما بحاول مرة تانية؟ حاول. طيب ما قدرت مرة تانية، ما بلاقي وسائل، ما بلاقي بدائل، بده يكون ظننا برب العالمين انه الفرج قادم، انه التغيير اني عند ظني عبدي به فليظن بي ما شاء.
فخلينا نحن دائما نتأمل بالخير، خلينا نحن دائما تكون عنا طاقة إيجابية، خلينا بقدر الإمكان لو كانت الظروف المحيطة سيئة نوعا ما، عم نبحث دائما على بدائل، تمام؟ بس أنا لازم يكون في عندي هي شمعة الأمل إني أنا مآمنة بذاتي. طب هذا اللي بيسألك عنه اليوم، يعني ذكرتي بعض الأفكار الجميلة اليوم، الأفكار المبتكرة، يعني اليوم لما نقول أفكار مبتكرة لتنمية مهارات الحياة لأقدر أنا، قديش مهم يعني استنزاف يمكن هي الأفكار اليوم، هي كمان جزء فينا نقول من هي التحديات والصعوبات اللي عم تواجهنا. بس الشخص مثل ما قلتي ممكن يخسر يفشل في تجارب أخرى لازم يكررها، هون لازم يكون في أفكار مبتكرة لإله، يعني مجرد حتى الكلام مع الذات لتغيير فكرك أساساً السلبي واللاوعي جزء كتير مهم بحياتنا اليوم. دائما الأشخاص المحيطين اللي حوالينا هن اللي ممكن يكونوا الباعث على الأفكار الابتكارية. يعني أنا المشكلة المحيط سيء يعني سلبي بالمطلق، يعني هي لما تقولي نحن المحيط نحن نحاول نبلش من حالنا لأنه المحيط ما كتير بيشجعك سلبي، يعني هلأ أنت بدك تقعدي الكل بيكون عم ينق حواليك، يعني أي حدا نحن كلياتنا فعليا عم نعاني اقتصاديا ومعيشيا كتير، يعني هلأ لما بدي إجي أنا الطريق ما في مواصلات، بدك تحكي عن الوضع الاقتصادي والمعيشي، عن الرواتب، عن كل شيء، فبالمحيط هي حال الكل، يعني المحيط إجمالا سلبي لأنه الواقع الحالي اساسا في ضغوطات هائله بدك يعني كمان بيقول لك انه السماء مغيمه فهذا لحاله بيعطيني خليني اقول لك شعور سلبي كئيب اني انا مكتئبه من الوضع العام. نرجع للوعي، الوعي انا وين، انا اذا هلا قعدت مكتئبه، سؤالي لنفسي انا اذا هلا قعدت مكتئبه وما اشتغلت ولا اي شيء ولا اي عمل، لا طورت من مهاراتي، لا طورت من تعلماتي، لا طورت من ذاتي، لا طورت من نفسي لا اجتماعيا ولا علميا، طب انا هذا شو العائد علي؟ اذا كان ما في وعي فبالفعل رح الانسان رح ينجرف بالتيار، ورح ينجرف بتيارات السلبيه يلي مجرد ما انه اي قعد باي مجتمع ما كثير بنسمع انه ما في وما في وما في وما في وما في، حتحسي حيطلع الانسان من هذا المكان اللي هو قاعد فيه محمل بالطاقه السلبيه، محمل بالافكار السلبيه، ما حيقدر ينجز شيء، بتلاقيه حمل حاله وراح على بيته وخلص سكر وما عاد بده يشتغل. طيب انا اي مكان انه فيه هالطاقه هي السلبيه انا لازم اني انا اتغير، يعني انتقل منه وفكر بذاتي، فكر انا بنفسي، انا لازم يعني لازم انا انقذ حالي. دائما البدايه من انفسنا. لقلك شغله بالاسعاف السريع او بالاسعاف الغرق وقت الانسان بيغرق، فشو بيقولوا لك؟ ما تنزلي وتجيبي، بالعكس الانسان اللي عم يغرق مدي له اي وسيله من وسائل النجاه الانقاذ لحتى يطلع. فنحن اذا بدنا نخلي حالنا وما يكون عندنا وعي كافي انه انا طلع ساعد نفسي بالاول وبعدين ساعد الاخرين. طيب هي مو اسمها انانيه؟ لا مو اسمها انانيه ابدا كتير. ابدا ما اسمها انانيه. انا وقت بكون عم بعمل اسراف بذاتي، اسراف بالعطاء، اسراف خليني اقول لك بالمحبه، ف قد ايه وقعنا بهي القصه لذاتي. موضوع الاسراف قد ايه في اشخاص يعني وقعوا فيهم بحياتهم وكانت النتائج سلبيه. بسؤال اخير، نحن مبلشين ب 2023 سامحنا ل 2022 نحن بسامحها بس خلص يعني اليوم شو هي مثلا هيك تفاصيل اهداف صغيره انواع نحن ممكن نبلش فيها هاي السنه بطاقه حلوه وممكن ترسم لنا شيء لقدام؟ خليني اول شيء افكر بالامكانيات اللي موجوده عندي. صحيح. تمام، شو هي المهارات اللي موجوده انا عندي، شو هي المهارات اللي انا لازم اني انا ابدا فيها اطورها ليكون في عندي دخل جديد لحتى اقدر انا عين نفسي وعين المحيط يلي حوالي. فاذا انا بحط هاي الاهداف، اتفقنا انه نحن السنه عنا هي بس 3 شهور 12 اسبوع فقط، وبعد 12 اسبوع انا بده يكون في عندي مرحله تقييم ومرحله تقويم، شو هي الاهداف اللي انجزتها، شو هي الاهداف اللي ما انجزتها، طيب ليش، شو هي التحديات اللي كانت موجوده، طب هل انا فيني اتجاوز هي التحديات ولا انا التحديات عم تكون اكبر مني وبالفعل ما عم بقدر انا اوصل لاهدافي. خليني انا كيف بقدر اكون حافظ على الاقل باقل مقدار من الطاقه الايجابيه، تمام، بالوضع اللي نحن عايشينه، ولكن اقدر انا استمر لحتى غيري يكون يعني اقدر ساعد غيري. تمام،
إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى. إن شاء الله عام 2023 يحملون للخير والفرح والانفراج لكل الناس. إن شاء الله تأخذ مع هاي السنة كل الأوجاع والآلام اللي حلت على بلدنا. بالختام بدنا نتشكرك أكيد، شكرا كثير لك.